بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر مرحبا بكم، وتنطلقوا من جديد اليوم السبت. اليوم السبت ديال المستملحات، اليوم السبت مولفين تندر حويجات اللي هما عشناهم وقضايا اللي خدمناهم وخدمهم أصدقاء ديالنا واللي كان فيهم شي شوية ديال الضحك. حيت اليوم السبت وهما صعب باش تقلب عليهم هاد القضايا هادو، صعب باش تقلبوا عليهم، ماشي سهل، ماشي سهل باش تقلبوا عليهم. تنقلبوا هنا ونسولوا ونعاودوا التليفون، ماشي بحال المساطير، المساطير موجودين وعادية. بحال اليوم واحد الأستاذ ها هو عطاني أربعة المساطير هنايا، أربعة هذا الشيء باقي ما قريتهم شيء، أربعة المساطير من جرائم مختلفة. أما المستملحات قلال، تلقاهم عند البوليس بوحدهم، ماشي عند المحامون ولا عند القضاة ولا عند كذا. البوليس ممارسون اللي تيتصلوا بيه تيقولوا واش عقلتي واش عقلتي سي خلاص، واش عقلتي واحد القضية ضحكنا ديك الليلة واش عقلتي واش عقلتي. وتجمعوا معنا وتنديروا مستملحات يوم السبت، يوم السبت تصهروا شويه مع الكونفينمون وهذا الشيء، تنزيدوا نصهروا شويه نهار السبت وغادي نتوكلوا على الله. وبسم الله واحد النهار خدامين من القصيري بيرمانونس في الليل في الكوميساريه جالسين من القصيري من المدن المغربيه اللي باقين في المغرب كامل، غير ما هذوك المدن اللي شويه دار بهم البوادي ولا شي دار بهم القرى والبوادي، باقي تنسمعوا عيسى عيساوى وحماد شا، ماشي عيساوى ديال المكناس، دوك الاخوان تيديروا بداك الكسوه الله يا ربي الله كذا، لا لا عيساوى دوك ديال الغيطار عيال تيحضروا والرجال تيحضروا شي واعر، باقي تنسمعهم تسمعوا دوك عيساوى الاصليين دوك القدام، عيساوى القدام دوك الجلاله القدام باللي راه داك الشيء، والمرات تحضر الراس تحضر وتيطيح في الاخر داك الشيء، الله يستر ما عرفناش هذاك الشيء كيفاش تيكون، ولكن داك الشيء جميل كما كان الحال ديال المغرب ديالنا، ثقافتنا ثقافتنا فيها حماد شا وعيساوى وجلاله وقناوه وقصرتهم ديما زوينه، وديك الموسيقى تسمعها تتعجبنا وتتذكرنا بايام الخوالي اللي دازت، وتتفكر دوك الشيبانيين شيبانيين تينوض يحضر ولا شيبانيه تنوض تحضر، وراك تشوف داك الشيء هذاك. وكان واحد الليله كنا بيرمانونس وعيطوا علينا قال كاو دار نمشي واحد الدوار تما قريب تابع للبوليس، كان تابع الدرك ولا تابع لينا حنايا، ولكن باقي فيه البلارك وفيه داك الدور ديال القرى ديال القريه ديال العروبيه وداك الشيء فيه شي بنا شي باقي ما بناش. قال واحد السيد مضروب في راسو هو راه ما حماتش تيحضر واحد السيد ديال يوم الليله، ديك الليله تيديروا تعرفوا الناس اللي تعرفوا الليله تعرفوها، انت تكون شي مراه مريضه ولا شي راجل مريض تيعطيوه الدواء ما تيقضي والو، دوك الناس اللي فيهم هاد الشيء تيقول ما ودي راه خصك دير الليله، ما تيدوز عند الفقيه ولا عند الشوافه تيقول خصك دير الليله، ولا كاين اللي مولفين الليله من عام لعام تيديروا الليله، تيقول كمي تنديروا لها الليله ولا باه تنديروا لها الليله ولا جده تنديروا لها الليله ديالها. هذاك اسيدي هذوك ديال كان واحد الراجل تيحضر وجاتو شي ضربه في راسو، داك الرجل طيح انتقلوا عين المكان، مشينا لعين المكان مشينا لتما لك بلاصه، لقينا دوك حماد شا واقفين كاين ناس يتفرجوا باقيين دايرين اغلبيه جالسين الله على الحصير وداك الشيء، وداك الراجل وداك الدوار ما كاينش الضو مشعلين دوك لامبات ديال البوطه، لامبات ديال البوطه مشعلين شي اربع لامبات وحده هنا وحده هنا وحده هنا مضوين عليهم، وقدام واحد الدار فيها واحد قدامها شي شجر، داك المنظر زوين ديال الليل وكان الصيف زوين داك المنظر عجبني انا، ولكن ما عجبنيش داك الراجل مسكين شيباني باللحيه ومجبد مضروب في راسه وفيه الدم هنا ومجبد، شكون يضربو قالك الله اعلم، شكون يضرب هذا الراجل الله اعلم كلشي ساكت، كيفاش تضرب ما عرفت اسيدي، شتو كاودي يمكن شي حجره جاتو من ضرباتو هما تيحضرو ضرباتو مع رجل سخون سخون وضرباتو راسو وشاد الدم بزاف، ولكن الراجل تيهضر اربي 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 امالك الشريف عيطنا لسيارة الاسعاف، جات سيارة الإسعاف هزاتو هزاتو، أنا قلت لدوك حماد شا هما ولا عيساوى وداك الشيء، قلت لهم شوف دابا شنو نقول لكم؟ نقول لكم ما تكملوش الليلة ديالكم كملوها، ولكن عندك عاوتاني شي واحد يضرب بالحجر،
يعاود يضرب بالحجر يجيب لكم شي دقه، لان هنا كاين الضوء كاين تما كاين الظلام، كاين دوك الدور فيهم الظلام، شيل من داير يضربكم شي واحد حاسدكم ولا صدعتوه ولا شي حاجه بالغيطه ولا كشي وهذا. ويجي عندي واحد الراجل قال لي تعرفني؟ انا ما عرفتوش، بغا تعرفني. قال لي السي خراز عزلني شافني، انا عز الراديو في يدي، انا شفت في المالونس. قال لي الشيخ بغيت نهضر معك الله كثر خيرك. قلت له ايه. قال لي يا ودي راه ما ضربوا حتى واحد. مش ما ضربوا حتى واحد. قال لي ما ضربوا حتى واحد. شفت ذاك الغياط اللي جالس ليه، واحد الغياط مريح ذاك الغياط، فهمتي؟ جالسين كان دوك الطباله وهذا تهزلوا بوحدهم، دوك الطباله وش غياطه تهزلوا، الراجل طاح مهزولين، شفناهم ليه جالسين مهزولين، هذا واحد لمبه. قال لي ذاك الغياط راه عيط عليه الله يرحم والديك ولي يجي. داك الغياط تاجا الغياط اجي. قال لي نعم اس. قلت له قول لي. قال لي هذا السيد راه انا راه هو مول 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 هذه الليله هذه. هذا الراجل اللي عيط عليا قال لي انا هو مول هذه الليله، انا والدي هذه الليله. عندي المراه شويه تيشدوا عظامها، من تيشدوا عظامها تندير لها ليله تحمدشا. تتحضر تيجيب الله اتصالك، عارف اسيدي على العدد ديالنا وحنا شرفاو. يا تبارك الله هذا الشيء ما منعناش عليكم. حنا تنبحثوا في شكل، تنبحثوا راجل مضروب عيطونا. قال يا ودي راه الناس خافوا صافي الله يهديهم وصافي، ما عرفتش شكون عيط عليكم، حنا كاع ما كنا نعيطوا لكم، كنا غنحلوا المشكل غير بيناتنا. وقال لي قال لي يا ودي هذا الغياط راه كنديروا في قبو واحد طرف ديال قلب السكر، ذاك الراس ديال قلب السكر، قلب السكر مهرس على جوج، وواحد الطرف عطاه الابيض البياض. الغياط من تيكونوا يغيطوا ذاك الغياط تيغيط مره مرتين شي واحد على الاقل هنا تحت الرزا 1000 فرانك ورق 20 درهم ورقه ولا شي حاجه يعلقها لي هنا فلوس، تيكون شي غياط واعر تيدير طا 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 تيتحرك تيحضر. وقال لي من الحوايج اللي تيديروا ليه نقدروا نجيو نديروا ليه باكيات تي في قبو ولا نديروا شي طوبات السكر تكون كبيره في قبو البياض ديالو. قال لي ودي راه شي واحد داني قبا ذاك باكيات ذاك الطرف ديال السكر داروا في قبو. وتعرفوا دابا ديك الغياطه نقول لكم كيفاش تيديروا الغياطه تيغيطوا حماتشا. نقول لك حماتشا كيفاش تيديروا حماتشا، تيجيو الناس هيه دوك اللي غادي يحضروا تيتصطفوا والغياطه من هنا وتيبقاو هادوك يجيو عند هادو تيغيطوا طا 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 تيغيطوا الله الله والله الله فهمتوا، تيبقاو يديروا وداك الغياط يدير الله وتيدور. هذاك الراجل كان تيحضر داك الشيباني الغياط عنده واحد نص ديال قلب السكر في قبو يلاه داروا لي زعما بياض البياض زعما راك غياط صحيح، هو شاف داروا لي ديك حس بالثقل ديال فيها السكر فوق السكر بغى يدير ديك الله هو يدور ديك الدوره، هو مع دار مع الدوره عندك القلب فيه السكر هو يضرب داك الشيباني طن يا الشيباني الشيباني كلها هو يطيح مع الاخر سخون. شتي العمليه كي دارت؟ قال لك ودي راه كان يحضر وتقول لهم عياد عليه، راه تيفهموها الناس دابا هذوك حماتشا وعيسى عياد عليه، ما عرفت عياد عليه اش تيبغي يقولوا بها. هو غادي الغياطه غادي تمشي حتى عند دوك الناس وتيدوروا ديك الدوره والاخر تيضرب الطبل في السماء تيدور الغياط دار ديك الدوره مجهده زعما حتى هو شادوا الهوس شادوا ودار ديك الدوره والقب فيه ديك القب دار ديك ما دار القب فيه السكر وعطى الاخر طن طاح. قال لي هذا اللي كان يقول لكم ساكتين. قال لك اودي راه حنا عارفين كل شيء عارفه، غنمشيو انتم البوليس حفظا على سلامه الغياط، ما هو انكمش تشدوا في الغياط تخصوا لنا الليله. وقلت الغياط كيف شافوا؟ وقال لي ولد عمي من ما نقول لك ولد عمي انا داروا لي طرف السكر، انا كاع الناس يدونا البيض اما علقونا فلوس ما تيشدوش السكر تيديروا لينا هنايا او اللي كتب الله تيدير ليا في قبي وانت تتحضر ايه تيحضر تيجي وتي تيخشي ليه السكر يهرس القلب ويخشي ليه الطرف ديال السكر في البياض والغياطه تيجمعوا في لسان تيجمعوا ذاك السكر تيبغي يمشيو. قال لك انا حسيت به واسيدي قال لك مع انا تنا تنحضر وخا بالغيطه تنحضر ومع الحضره سيدي دار ديك الدوره تتسمع انا حسيت الضربه ورايا كاينه في الراجل طاح وراه شافوني الناس وسكت انا جلست تما وحنا بقينا تيديروا لي التحميره هذاك الراجل تيديروا حيت بقينا حنا داير ليه التحميره في راسو داير ليه شي حاجه قلنا لي مصيبه هذه قلنا دابا خاف يموت والمسطره شنو نديروا فيها؟ دابا خاف هذا الراجل يموت شنو نديروا في المسطره؟ القتل القتل الضرب والجرح بواسطه ماذا؟ طرف من السكر في القلب
في قب الغياط حينما دار عندما هذا الموضوع ديالها ما عرفناش غنديروا فيه. كل ما داك الراجل انا تقول انا ضب السلطه القضائيه وديال الدراك وديال البوس غديرنا في هذه القضيه هذه اش غتسمي هذه ضرب الجرح المفدي الى الموت الى الموت بدون احداثه والوسيله شنو هي باش غتقول تقتل الوكيل الملك بطرف السكر في قبه فحاول الغياط ان يدور واحد مستغرب على الكار الحمد لله الرجل ما ماتش. تبعنا احنا السبيطار قلنا ذاك الغياط عطينا الهويه ديالك عطينا سميتك عطينا داك الشيء ويلا معنا سيت سنا في البيرمانونس داو الدري تسنا حنا غنمشي نشوف الرجل. الرجل لقيناه تخيطوني شي شويه هنايا وجالس ديرها جالس تقول لها مهمتي يا مهمتي هادو هادو غيقتلونا انا اللي كنت ندير غنحضروا انا اللي الشريف وانا نهضروا معك الله يرحم الوالدين باش نتفاهموا بقاش تقول بغا يقتلونا ويحسدونا ضاربيننا بالحجر ما كاين حتى شي حجر. الغياط اللي كان قدامك فاش كنت تحضر راه عنده القلب في القب بياض دار السكر في قبو بياض وراه من دار ديك عياد عليه دار راه تما ضربك قال لنا شوف اس لكن جات نتجي الغياط وخا يقتلني الله يسامح لكن ضرب الغياط لا يقتلني لكن شي واحد اخر انا بغيت نمشي مع المحكمه لان ما كاين حتى شي واحد اخر ودعمني راه كاين الشهود غياط الغياط اللي ضربك وما رجع لنا سميتو قال كل فيه بوشته ولا الاخر انني ما ودي دابا كي بوشته كي الاخر واحد من الغياطه ولكن دراك بعاني ولا ما قالك لا سيدي ما بيني وبين حتى شي عداوه انت راه دار ديك الدوره دار وانت تديرها ما درتيها هو تديرها بوم ضربك القلب جاك للراس ما تقول لنا دابا قال سيدي ولك الغياط الله يسامح قلنا له ولد عمي دابا انت راه ما غاتناش انا الطبيب غنمشي بحالك ودابا يمكن باش غندوزوك معنا لا بيرمانونس ديك واحد محيط ضرب الزربه باش ناخذوا سميتك والهويه ديالك لان هذا الشيء خصهم خبروا به المسؤولين. عيطت للمسؤول ديالنا قلت له بقى تيضحك علمتني بالعمك يا ودي راها واحد السيد هشوق عليه هشوق عليه كان نائب عندنا تما النائب القاضي المقيم عندنا في المدينه اللي هو بيرمانونس عاودت ليه وما فهمتش قال سي خراز اجي عندي الله يرحمه كيجي عندي وانا نمشي عنده وهذاك هذاك هذاك نائب وكيل الملك اللي كان بيرمانونس فاسي فاسي بور بدوك الفاسيين ديال ولاد فاس ما عرفش هو هذا حماد شتا يسمع بداك الشيء ما عرفش دوك الطقوس كيفاش يداروا جيت عنده قلت له سيدي واحد السيد حماد شا حماد شا ايه من بعد قلت له نعم سيدي وواحد حماد شا تيكون يحضروا لما تيكون واحد الصف من هنا والصف من هنا تيجيو تيحضروا وتيبقاو يتلاقاو ديك الجوق ديال الغياطه مع دوك الناس تيغوتوا عياد عليك تيدوروا ما فهمتش هما مرخصين يا ودي اش مرخصين يا ودي هادرو تيمشيو على المهار القايد تيقول له القايد راه بغينا نديرو حماد شاد يقول حماد شاد وما تبقاوش ناطين في الليل وقت ضارب القلب دار فيه البياض كيفاش البياض؟ يا ودي البياض اسيد القاضي البياض اسيد النائب البياض هو طرف ديال السكر تديرو في القب وتيبقاو يغيطوه هكا الاخر دار واحد الدوره داك من الغياطه دار والقلب القلب اللي في هذا ما بقاش يشوف دار سبحان الفهم قال لي المهم المهم ما ماتش قلت ما ماتش انا عرفته ما فهمتش حيت هو ماشي عروبيك بحالنا يعرف عيسى هو حماد شاو ديك الحضره وداك الشيء ما فهمتش قال لي وما ماتش شنو دار السيد قلت له ما كاينش متابعه كان السيد راه كذا في راسو عطني زمان الصباح يصبح مكولي ولا شي حاجه ايوا وتابعوا الصحه ديال هذاك وصيفطوا المسطره عاديه انا واخا العام صيفطوا المسطره عاديه قال لي الدراري فهمك قلت له ما فهمنيش هذا ماشي شي نائب عروبي هذا شي نائب عروبي عارف ما تساوي يساوي قلنا هو عارف ذاك الشيء هذا لا هذا قاضي قرا شي عائله برجوازيه هو وني نائب وكيل الملك ما دخلش في ذاك الشيء هذاك والمهم حاولنا نشرحوا ليه واخا قال لي انا حسيت به قال لي اشرح لي وانا كاع ما فهمني عطاني التعليمات وذاك الغياط مسكين طلقناه في ذاك الليل قال لي شوف سي قادر عندك صح شي هذا الشيء ديال السكر في القب خطير انا ما نبقاش ندير بعد مسكر في القلب خلي يدور لك 1000 فرانك هنا يعلقوا لك ما فيها حتى شي حاجه الفرانك ما غتنطح شي واحد يعلقوا لك 1000 فرانك هنا ولا شي حاجه وانت ديال لك السكر في القلب قال لي لا انا نهضر مع مدير السكر في القلب وداك اللي مشى داك السيد ضربنا واحد الدوره حنا نسمعوا خدامي طراطا كملوا كملوا ما عندك شي بان رجع لتم ولا ما مشى لدارو ما عرفت الله ما عرفت الله يخلينا صحيحته مسكين. القضيه الثانيه نعاود لكم ليلى مباركه مسعوده هذه هاد القضيه فيه تعاودتها في واحد الحلقه وطلبوني بعض الاخوان بغيت نعاودها عاوتاني مره اخرى. واحد كنا في لابيرمونس في الليل في قنيطره خدامين
وصلت شي في الليل شي وحدات الصباح وصلت وكانت ليلة سخونة سخونة بصداع. أما هي كانت ليلة من ناحية الجو كانت باردة، كانت شتاء شتاء بزاف. حنا خدامين جا عندنا واحد دري تيبكي وحفيان تيبكي، أخويا أخويا مالكم أشنو عندك أشنو عندك؟ قالك خويا ذبح أمي. ها قالك خويا ذبح أمي في الدار، جبد بوس ذبحها في الدار ديالنا. فين ساكنين؟ قالك في البرارك. دير الصافيح. قالك لا خويا دست القيادة وقلت لهم معلم تما القيادة. إلا قيادة اللي حداكم؟ قالك ديال الدائرة الرابعة. إيه المقاطعة الرابعة. قلنا إيه. قالك راه قول لي سير عند بوس علمهم. عيطت دينا التليفون، عيطنا لواحد المخزني تما اللي جاوبنا مخزني أساس في القيادة في الليل. قلنا السلام عليكم. قالك السلام. قلنا ربي حنا نطلب من البوليس. ولينا خويا شي واحد جا عندنا. قالك شي واحد بحمو يمكن هو داز عند ذاك المخزني. المخزني تاعو مخداش المعلومات كاملة. قالك أخويا أنا جا عندي قال لي شي مو ممو ذبحها، جا معاه شي واحد أنايا، شي واحد جا معاه دخلو هما جوج. قالك شي واحد بحمو مع مو. قلت له ودي هادشي صغر البوليس وصيفتو عندكم. ذاك المخزني جا تثبت لينا بأنه كان قضية ذبح، أن قالك جا معاه واحد أخر كان معاه وقالوا لي ذبح مو. قلنا صافي القضية فيها ذبح. إيوا في ذاك الليل هذاك السنة عيطوا على كل شيء في ذاك الليل. عيطنا للمتشخص القضائي قلنا له ودي جيب ذاك الدوزان ديالك أنت وصاحبك أجيو بجوج، جيبوا ديك لاباري باش تتصوروا وجيبوا ذاك الماتيريال. كان غير تشخيص قضائي ما كانش شيء بحال اليوم صح الجريمة كومبليزوات وذاك الشيء واللبس وهذا كان والو. عندنا واحد تيجيب واحد كشيطة تياخذ بها البصمات مع شي صاحبو تيعاونو، تيجيب واحد لاباري ديال الفلاش تف تف تضرب فلاش معلقة هنا عندك الشكارة كبيرة فيها لي بيليكول تيجي. ونعاود لكم واحد الخرجة، نعاود لكم واحد الخرجة. واحد المرة كان ديك 16 ماي ديال البوليس، داك ميلاد الشرطة ديال باش تأسست الشرطة التاريخ ديالها 16 ماي، داك الاحتفال بالذكرى ديال تأسيس الأمن الوطني. ودرنا الحفلة حنا البوليس، درنا الحفلة وشكون اللي غيصور ديك الساعة مثلا. دخلوا حد من الزنقة ما عندنا بورطابلات ما والو، جبنا داك ديال التشخيص قضائي وكان واحد راجل غليظ، واحد راجل غليظ هو اللي مكلف. وداك 16 ماي تيبان علينا زعما ديك الساعة، تيبان قدام المعلم قدام التلفزيونير قدام مسؤولين تيبان حيت هو ديما مخبي تيصور غير كان شي جريمة تيبانش. وداك النهار جاي صار نفس واحد كوستيم دار واحد الكرافات، عنده واحد باقي عاقل، عنده واحد الكرافات ديالها كبير هكا فيها واحد الطوس كامل ما خاصها حتى ريشه مصور فيها الطوس باقي عاقل عليه. تنقول له صورنا تيقول مالنا تلعبونا ولا صورنا ما صورنا خلينا نخدموا لحم والديك تيوشي علينا بداك النهار زعما هنا كنا تقول صورنا هو يصور كل شيء زعما قال المعلم يلاه بدا تصور احتفال طرف طرف ديك الفلاش طف 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 هو يخرج لك تصور كله من لاروم هو يعطيني المعلم قال لي اش تصور خرجتي لينا صور ما بينينش كان مضبين قال لي انا مصوره بيليكول هذيك لاباري راه قدمت عندنا قال لي المعلم لا ماشي قدمت قال لنا باش كنتو بغيتو تصوروا خرجوا مزيانين كنتو كلكم تناسوا في الارض حيت هو تيصور غير الجوتات تيصور الجوتات تيصور شي واحد معلق شي واحد انتحر تيصور الطرق صافي والجوتات قال لي كل ناسو كاملين تناسوا في هذاك التلفاز غيصور حيت هو تيصور الجوتات تيجيبها قد قد ما عرفش يصورها هكا انا ايا جمعنا هذاك خينا عيطنا عليه في الليل وجا تيلغط شحال شي هذا مزيان الله واحد الصباح هذا قلنا له يا ودي راه واحد ذبح مو ذبح مو عيطوا لفلان يجي يساعدني عيطنا لفلان جاتك فلان توا جايبين له مسكين فراس داخل في الليل جايبين له علمنا وكيل الملك فيقنا واحد الشهر بيرمانونس كان هو المعلم ديالنا كان طلق مع 12 الليل قلنا له هاجي جا باقي عاقل عليه كان شتا لابس بينوار من التحت ما عرفت كان ناعس ولابس جلابه من التحت ولابس واحد البونطوفه ديال الدار ها انا هذوك هذيك البونطوفه ديال الدار اللي لابس واحد البونطوفه ديال الدار تيصور يبقى لك غير في الطوموبيل جا جمعنا الدراري ونتعيطوا الدراري ديال الهيئه الحضاريه اللي خدامين جينا ركبنا ذاك خينا ودخلت تقول امي تذبح لنا امي امي صاحبي غير سكت مالك ولاش ذبحها راه الزموسه خويا ديال هكا والدميات خارجه وكذا 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 فين ساكن قاعدين هنا شتا تضرب
واش تضرب حنا قاسين ديك الفارق وين يطلور وغاديين قصدات شي وحده ونص ولا جوج دولار بالليل الصباح حنا غادي توصلنا لديك الدوار لك اخويا هبطوا هبطوا ما فيها نهبطوا حنا كنت نصحابو غنجيو شي دار على جنب الطريق قال لك لا غنهبطوا مع الدوار دوك الزناقي مضيقين ودوك الزناقي مضيقين وكان داك الما دايز داك الما ديال فيه واحد الحار فين ما تشتا دايز هذا وحنا غاديين دوك البيلات شحال مصطفى شحال صاحبي هنا شحال وداك خاين وداك كوميسير ديك البوطوفات تسمع في الماء تشخ تشخ في الماء تشخ وغادي تضرب في الماء تقول تو تسخط الوالدين تبطي علينا وحنا مغبيين ولا مخبيك لا باراي وتهضر عتقول والله كنت تجيو معاه بالله ولا كنت انا حاكم والله جيت معاه يذبح حول يقدس واش تطي علينا هذاك الكوميسير غادي تضرب شي حاجه في الماء تيغوت عمي لطيف ودير القب حنا ساكتين وتهضروا روح تطع لنا الشتا حنا مساكن هنا هو الرئيس واش الرئيس تيسر نقولوا حنا الشتا حنا اللي دبرنا هذا الموتيف احنا الصدام قال لك هيا دارنا خويا هيا كاين الدار طافي فيها الضو كاين وحنا ندقوا دق دق واقفين السلام عليكم ويتخرج امو يتحل تقول له مالكم اسيدي قلنا له هذا ذبح امو قال له يا امي ما تضحكش يا صاحبي يضحك قال امي ما تضحكش خويا يا صاحبي يضحك ويتشدوا قالت لي يا ولد الحرام معيت معاك اسيدي راك النهار جاب لي القيد واحد النبشه جاب لي البوليس هذا ما خليت به سبيطار الغازي ما بغيتش ياكل الدواء ديالو وراح مقمش على كوميسير سير تيقول لها كيفاش اش تخلق هذا دابا قالت لي اش تذبح يا سيدي راه ديك الدار جاب لي البوليس عاوتاني وقال لي راه ذبح هنا قال لي واش ذبحك ولدك هذيك انا جابهم ليا هذي وداك كوميسير شاق عليه تيقول لها هذا خصو الدواء تقول لها سير عنده الدواء ديالو تيبغي يجي ياخذو ما عرفتي ما لقيناك ما لقى كيدير ليه تيقول لي تيقول لي انا تدور فيه تقول لي هذا خصنا نديرو المحضر قلت لها باش ندير المحضر واحد حمق وخصك تداوي ولدك عندنا الاوراق ديالو واش تطيح وتتقولنا يا زيدو بعدا سيدي زيدو غادخلوا زيدو غادخلوا كاش غندخلوا هنايا وفين غندخلوا انت عندك غنمرح هاد البراكه ونمرح فيها غندخلوا في الشتانيت هي نيت كنا مخبي هذو الكريتوسه كبيره وشادين داك خينا وتيقولنا والله الشفت اصحاب يذبحها هو يخرج واحد خوك هنا السلام عليكم من السلام قال لي هذا سمعتي خوك اش دار خويا راه حنا عينا مع دينا السبيطار دينا مخلات كنا جبنا المخازنيه كنا جبنا البوليس وفين كان دابا كنخرج لا كان ناس كان ناس اسمنا حل الباب وخرج اش قال لكم اش قال لكم قال لكم انت ذبحتي امك انت واخوه ذبحتي امك اودي اش غنذبحتي امي راه تعيش مع وليدات دا وين تنشروا لي الكينه ب 1100 وحده ب 800 قلنا تفضلنا انت تقول لنا الكينه تشريوا لي واش درتي السم جبنا في هذا الليل وما كان ما نديرهم وحنا نرجعوا كلشي تينقل هذاك مولا باليتو اصحاب بقاو تبتوا فيقونا في اللي بقاو تبتوا واش غادي يقول لكم واحد محمود فيقونا وداك المعلم مره مره عاوتاني تضرب في الماء تيقول لنا بقاو تاكدوا انتوا تاكدوا على الاقل سيروا العين ما كنتاكدوا واش تفيقونا حنا كذا حمد الله مفيقناش نائب وكيل الملك تنقول يلاه وجيبوا معنا حتى لتما فضل الله وطلقنا ديك الحماق وحنا عمرنا بالبيوات وزدنا في حالنا هذه من المستملحات والمصائب اللي تيوقعوا لنا في هذه الحالات صفروا مدينه صفروا واحد البوليسيه لما كنت خدام معها تما انايا كنت خدام في ديك الساعه وكنت انا وياها كنت انا في سيت بوليس كنت هي انسبكتور برانسيبال ومن بعد داسو في سيت بوليس حتى هي تقدس معايا ومن بعد انا حيت من تما داس كوميسير دو بوليس دوز امتحانات وداس كوميسير دو بوليس سميتها ناديه البراهيمي وهي راه كوميسير دو بوليس حاليا خرجت لوطريط ورجلت هو كوميسير سميتو عبد النبي صاحبي هو هي كوميسير هو كوميسير بجوجهم عبد النبي الدوقي صاحبي ولد فاس وهاد البوليسيه هادي كانت عرفتي عندها شخصيه كباب تكلم تعرفوها الناس ياسفرو سميتها ناديه تعرفوها الناس ياسفرو كانت كابابل بحال الرجل اللي راه ماشي بحال الرجل في الجسد ديالها بحال الرجل عندها شخصيه ديال واقفه بوليسيه ونص كما تيقولوا كما قلنا هي بوليسي هو بوليسيه ودابا هي كوميسير توا طلع هو كوميسير وحنا كنديروا شي كوميسير يا بوحدكم شي كوميسير دبر في خدمه ريوسكم انتم مالو تفكرت واحد النكته ديال واحد البوليسي مشي شي خطب
دمع عمو بوليسي الله بدا في البوليس مشي يخطب هو اصلا عندك الناس يخطبوا عندهم قالت قال لهم ودي راه ولدنا راه بوليسي الحمد لله راه في البوليس راه موظف وبغى بنتكم وواحد جده مشات معهم ما لقات ما تقول في ذاك الموضوع قالت له شوف يا بنيتي خذي هذا البوليسي راه ان شاء الله راه كتب الله غادي يزيد غير واحد شويه ما يدير الكوميساري راسه ان شاء الله راه كتب الله يخدم فيها راسه هي ديال السي عبد البيعد هذيك البوليسيه واحد النهار شو وقع عليها هاد اللاله ديالي دايزه في الطريق طلقه من الخدمه سمعت دازت قدام واحد الحمام وهي تسمع غوات في الحمام غوات هي عندك طلعت قالت لها واحد شنو كاين قالت لها واحد غيقتلوا واحد المراه البوليسيه دخلت باش تعرف هي كان ضابط ديك الساعه ضابط دخلت تشوف شنو كاين في الحمام دخلت في الحمام تلقى هي تيتغاوتو وروينه هو شنو وقع في داك الحمام واحد العائله نعاود لكم قصه كامله كيما عاوتاني هي كيما دارت هي البحث ديالها كيما واحد النهار انا كنت تما خدام ديك الساعه ولكن هنا في القصه عشناها معها احنا مشيناش مع الحمام هي دازت ودخلت الواجب ديالها وكبوليسيه بغات تعرف على الاقل تخبر تعيط للقاعد المواصلات تقول ماش واقع اش واقع واحد العائله مصين واحد الطياره في الحمام مصينها تقول نهار تجي فلانه علمينا هذه العائله ام وبناتها ثلاثه وشي اختهم كبيره وشي خالتهم كبيره فتا هي امراه تهمين واحد خيتي بانها تمشي مع رجلها هذه المراه اللي عندها بناتها وهذا تهمه واحد خيتي بان عندها علاقه برجلها وما لقيت من ندوز لها باش يعطوها شي صلخه وصوا واحد الطيابه قالوا ديك الطيابه نهار تشوفها جات الحمام على المينا الطيابه هادشي تعرف مع البحث من بعد الطيابه شافت خيتي دخلت الحمام لبسي انت جلابتك الطيابه وسيري عندهم قول المراه جات راها جات راها في الحمام دخلوا ما يزال ذوك الرزامي بالعاني وداك الشيء دخلوا للحمام ادخلوا للحمام وما يلقاوها وما بدا ديك الحشيه الهضره تيقلبوا عليها في الحمام خويا عليها الماء سخون كذا ما كذا تشادوا معها وهما يتحاموا عليها هما يبداو يعطيوها ضرب الغواتات وعباد الله ضربت في الحمام عطيه ما تعطي عطيه ما تعطي نطت وحده فيهم هزت واحد الزوار دوك اللي راه زوار ديال حسنه تلصقوا في الحيط دابا يمكن ما بقاوش تلصقوا حتى حنا في الحمام درجه كانت تلصقوا الزوار تكملوا بها تلصقوها في الحيط كان خايب ذاك المنظر وهزت الزوار هزتها دابا ما بقاش داكشي هزتها ومشات دخلتي وضربها ضربتها في كتفها وضربتها في يديها وما شافوا الناس الدم الحمام تروبل وبدا الغوات هما تيضربوا فيها واحد خيتي تما في الحمام سميتها طيزن وهاد الطيزن غليظه كحلا تما مكين عليها طيزن هاد الطيزن عندها عداوه مع دوك العيالات حيت ولادهم تما تتحملهمش ناتو تلقى مناسبه غير كان بعدهم المراه ما تحملوش على المراه قال لها ما كنتي شغلك ما شغلك هزت واحد السطل وهي تبدا طفخت الضرب اللي كانت تضرب في بارطف الوقت اللي كانت تضرب في دوك الخياطه داك السطل دوك السطوله ديال الميكا والضبابة في الحمام تضرب دخلت هاد البوليسيه تقول لها هدايا ما هدايا قالت لها تشعرك قالت لها ما تضربش عليك تشعرك وهي تشد البوليسيه وتعطيها بوم ضربت البوليسيه راسها وطيحتها الارض ديك البوليسيه ولات ما بين الطرفين هادو تيصحابوها مع هادي وتصحابوها مع هادي وحده اخرى ضربتها في السطل البوليسيه حبسوها بوليس تهضر معاكم كاين لا بوليس لا والو عيطوا للبوليس ما عيطوا للبوليس تنضرب فيهم واحد طوموا يدبوا الزيزه من تما سمعوا الغوات ناس قدام الحمام وقفوا نزلوا البوليسيه راه دخلت تاكل قتله من عند هذوك وقالوا لكم اشكال ما كاينش ما قدرش يدخلوا قال لهم راه شي عيال داز الداخل وشي وحده مزروحه دوك البوليس عيطوا للقاعد المواصلات قال لهم راه واحد الحمام فلان فلاني كذا كذا شفاش فيه داك رئيس الدائره قال لهم شوفوا تخليت واحد يخرج من تما الحمام جروا الباب وسدوا سدوا السقطه البوليسيه الداخل البوليسيه تاكل عصا الداخل وندابز انا اذا عطيني نعطيك ومن جاو لابيرمان زول تما تيقول محلو الباب تيقول العيالات واش ندخلو تيقول لا ما تدخلوش بلاتي يا ما تلبسو هذه وقعت لنا واحد نرفع التدخل مشيت لهنايا مشيت للحمام بعيد العيالات تدابزو في الحمام حنا الرجال راه تيدابزو غير جوج في الحمام قليل العيالات ما تيتسدو لداخل وشي وحده وعندها كاع علاقه وتتولي عفطتي عليا شوفي قدامك ياك ما صحابيني هذيك تتنوض كيرا في الحمام العيالات لداخل راه متينوضوا بعضياتهم راه مصيبه قال لي عندها شي حساب مع شي وحده وما تبغيش نتخيل ديك العيالات كيفاش تيدافعوا لا توني لا والو تيدافعوا في الحمام
عرفتي ديك الحمامات الشعبيه ديالنا ماشي الحمام ديال العصريين ديك السبا اللي غتقول لها جمعي يدك سمعي حشومه عليك هذا الحمام الخويا ديال الحياه الشعبيه اسمعي سمعي انا والله شعر ديالها بالماء كان الله مكياج داول سردين ما عندك الدبر كبحال الاشباح شي غليظ شي رقيق شي طول دابا قلت لي مادام بلوتي تسوتوني ديال الحمام المايوات ولا كاين ما كاين لا مايوات لا والو تيدابزو هكاك الله يهديهم صافي ايوا العائلات الشعبيه ديالنا وتيكون داك الصابون البلدي الصابون البلدي اللي عفطه تتزلق شي تتخبط مصيبه واحد النهار مشيت انا لواحد القضيه بحال هكا عيادة النازين في الحمام وبقيت نهضر معاهم بحال تهضر معاك تو كونترول واش ندخلو وبلاتي الطيبه قلت دخلوا اسيدي دخلوا حيت الطيبه لابسه وهي قالت لا ما يدخلوش دخل ما تدخلش دخل ما تدخلش مصيبه باش تتولوا داخل كولهم من السخون تدخل على البوس غادي تجلس وسد الباب الطيبه باش ما نشوفهمش بديت نقول خلينا نشوفهم على زينهم تيدازوا تلقاهم تما خايبات خلونا نشوفهم قلت لك دخلوا لبسوا لي حوايجهم تعرفوا غبزز شي وحدين مخبيين ما بغاوش يلبسوا شو عدد يقول لبسي تقول بعدا نصوم شعري الخير تقول لبسي وبلات ندوز حيد غا الصابون كاري تدك البوليسي عينها مفوخة خرجت مضروبة دايخة خرج قدام باب سكينة طلعوها فارقوني طلعي ما طلعي عطوا الامبولانس هزوا البوليسية ديالنا هزوا واحدة ديك المضروبة في يديها مجروحة هزوا هذا أبداو دابا البوليسية وخف في الطنبويت تقول جيبوا ديك الكحلة شكون اللي غيشد شكون اللي غيقول لكم جيبوا هذيك خواتاتها طلعي انت شكون خواتاتها فين هي ما طلعي ها باش يخرجوا دوك اللي مضروبين هزوا شي سبعه اللي مدابزين ديك المراه وكانت معها ما هذوك الخمسه تحاموا عليها كاد مشاو لا بيرمانونس البوليسيه داوها للسبيطار وجابوها مضروبه تتعاود البوليسيه كيفاش وقع الواقع كيفاش دابزوا هاد العيالات او تيبحثوا تلقاو الطيابه هي اللي مشات عيطات الاخرين جابتهم من الدار تبتوا على الطيابة بأنه تشدت جابوها ولاد مشدودة طيابة اللي نولدت الصداع مشى طعيطت على هذا مولاد الزيزوار وديك الطيزان اللي ماشي شغلها ديك اللي زاد تسطل وبغات تحامي عليهم يبغات تفديو فيهم شي حساب بيناتهم بان بعض من بعد البحث بأنهم راه دابزين ديك اللي بقات تطير بسطل وداك الشيء خرجوا تشدوا ثلاثة الاخرين قالوا كلمة اللي قدموهم في حالة صراحة دوك اللي مضروبين داك الشيء تتعاود ليا داك البوليسيه قالت من 3 مارس ما كملت هاد لافير حتى شي ساعتين ونص من 3 حتى ل 5 ونص عاد كملوا قدام داك الحمام ديال العيالات وانا تنفكر كيما قلت لكم من تيكون البوليس كاين شي مصيبه في الحمام ديال العيالات تيبغوا البوليس يدخلوا وكي غادي يدخل كي غادي يدير اللي امها مضروبه ولا الطيابه زيدوا اسيدي تشوفوا والعيالات لا ما تدخلوش بلاتي ما تدخلوش عندك تدخلوا وكان بعد المعاينه خصهم يدخلوا الداخل تكون شي وحده مضروبه بزاف واش من دخلهم الحمد لله دابا ولا عندنا في المغرب البوليسيات تلا الناس شي صداع في الحمام مشوا غير البوليسيات راه ولاو موجودين الحمد لله دابا غير دابزوا في الحمام يدخلوا عليكم غير البوليسيات والكسوه ما يدخلوش وما مربوش دخلوا العيال زعما وما مفتوحين تيدخلوا حتى تيلبسوا هذيك اللبسه فيها الروطار وديك البوسيكلاتة ولكن ما هو جميل في هذه البوليسية هذه لالا نادية الله يطول عمرها يخلي لها رجلها راه ربما تسمعني انها ما بغاتش تتابع في هذه القضية هذه ولا التنازل ديالها وقالت لي غادي بخصوص العمل ديالي وانا خديت ضربة وكان الحمام عامر جوج ضربوني هذه والاخرى هذيك ضربت صحابها معاهم هذه صحابها ضدهم ضربوها الراسة وداك الشيء كلاتها مسكينة ودارت على الشهادة الطبية وما تبعتش مشي الاخرين تبعتهم المحكمة بالضرب والجرح اللي ضربت ديك الضربه في الرزوار اللي هزتها الحمد لله الرزوار تنقى وشي دابا في الحمامات وخلينا نتابعوا واللي خدات العصا هي هذيك مولات الرزوار عطات الشهور ديال السجن النافذه وخلينا كانت متابعه موقوفه تنفيذ دوك العيالات وديك طيزان وداك الشيء اللي دازوا هذا الشيء هذا ونزيدو نشوفوا اشنو باقي عندنا هنايا واحد الشهد ديما تيشهد فاس نخدمين تما فين ما تكونش حاجه يشهد وكان مسكين شويه حول في عينيه شي توقع هو في ما تكون هو تدفع واحد الكروسه ديال الخضره تدخل المارشي اللي عنده الثقل تهزيه تخرج ليه وكان غليظ نعرفوا انايا غادي تمسح واحد الكبوط في الجياب هنا والجياب هنا ماشي كبوط طابليه ديك ديال السبيبيه ديال بيع شري اللي الزرقين كانوا عنده تلبسها ومعروف هو بالشهاده غتبغيه شهد تمشي يشهد غتمشي شي قضيه تمشي يشهد اه سيدي انا شفته يدور معاه 100 درهم 200 درهم
واحد النهار واحد خيتي دخلت عند دار القاضي خرجتي ورجلها نهض رجلها عند القاضي يمكن ما تفهموش خرجت هو يضربها رجلها قدام القاضي ضربها وهذا وهذا ما رجعت تما قال لها سيري داك راه عند البوليس جات عند البوليس قالت لي ما تيخاش من المحكمة هو يعطيني وكذا وهذا وهذا أمام باب المحكمة وهذا وهذا شي واحد قال لها قالوا لها البوليس واش عندكم شي شهود قالت لها سيدي غادي نشوف الناس اللي كانوا تما واقفين اللي غيشهدوا ضد الراجل جات الحومة قال لها شهد شوفي شوفي باك عينوس تقول عينوس عينوس شاد عينوس شوفي هذاك علاش شادك مشاو عند عينوس مشات عند عينوس قالت لها لاباس بخير قالت لها شوف الراجل ضربني قدام باب المحكمة واش تشهد قال لها نشهد واه قدام باب المحكمة تشهد ولكن الشهادة خصك تزيد لنا شي حاجة شحال تعطيني قالت لها 100 درهم قال لها زيد لنا لا 100 درهم لا هذه مع راجلك وكان مع البراني 100 درهم ما كاين مشكل كان مع راجلك ماشي 100 درهم راه غادي يحتو معايا الله يعطيك الصحة زيد لي شي حاجة وهذا تهلاي فيا قالت لي نعطيك 150 درهم قال لها واخا امشي عند البوليس البوليس تيعرفوه قال لي اش كاين فلان قال لي ما انا شتو انا غندوي غير صبر صبر ديال الله سبحانه وتعالى الشهاده اللي كتم الشهاده راه قدام الله يتحاسب عليها انا شتو قال لي انت دابا ديما تهضر في هذه القضايا ديال الشهود وانا في السوق هذا السوق هذا وانا غادي بكروسي وكذا 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 حتى شطرات المراه هو يضربها داروا لي البوليس الهضره اللي قال انا غادي بكروسي في السوق اللي قال عارف ان البوليس كذاب داروا لي هضرتو انا غادي في السوق تيبان الراجل خدام تيضرب في المراه خدام تيضرب فيها الصراحه هاد قال طاحت تما حتى الطابيلون جات هزتها ودابا جات عندي مشيت شات ليها قال لي واخا البوليس من تصنتوا لي وصابوا المسطره ديال الضرب والجرح ما بين ذاك الرجل ومراته داروا لي واحد المراه واحد ملحوظه واحد داروا لي تحت تيخبروا السيد الوكيل ما تيقولون تنخبروكم بان الشاهد مسمى فلان المعروف بعينوس اللي كذا كذا راه تعودنا على هذا الشخص ديما تيجي للكوميساريه وتيشد وتبين لنا بانه هذا السيد هذا في اغلب الاحيان تيشد بالزور هذه وهذه المسطره هذه تيقول بانه شاف راجل ضربته امام السوق مع ان المراه ورجلت تيقول بان دابزه وقعت قدام المحكمه وخلاه ساقط على هذه القضيه هذه وصيفطوه للمحكمه امشى باك عينوس غادي مع الناس دابا داز من البوليس داز دخل عند القاضي القاضي شاف وقال عليه عند نائب وكيل الملك في التقديم قال لي فين هو الشاهد قال لي انا سيدي قال لي انت عدتي عندنا هنا قال لي سيدي انا خدام في السوق تنشوف شي حاجه تيجيو الناس يطلبوني الصراحه نقولها تنخدموا لله سبحانه وتعالى الشهادات اللي كتموها ما نكتبو شيء قال لي شتي هذيك هاد المره هاد المره شتهم سيدي قال لي كازلور زيد كازلور هو كازلور في البيرو اللور قال لي اش لابس انايا قال لي لابس انا سيدي ديك الكسوه كحله ايه وهنا وهذه بيضاء ها واش هنا هذيك خضراء مزيان شتي هاد السيده هادي الكتيبه اللي عندي اعترف سي الله عمرها دار تبعت عليه هذا عمرها دار بنت بلاد الحمد لله شتي اش لابسه يا سيدي اش لابسه شنو كانوا لابسين دوك الناس سيدي كانوا تيدبزوا شنو لابسين لابس لي لابس جلبتها كاين الجلابه والله ما نقول لك ما دابا نظر عندي قليل شويه نظر قليل قال لي نظر قليل حنا قدامنا شتينا حنا لابسين نظر قليل في المدابزه اللي كنتي قدامهم حداهم قلتي تتفرق فيهم وتتقول لي واش فرقتهم واش يتفرقوا والراجل ضرب المراه ما عقلش عليهم وسيدي قال لي مع السوق مع هذا بون كنتي وسط السوق وقعت شي نعم في وق السوق في السوق وقع قال لي في السوق اسيدي وقع المدابزه وقع في السوق قال لي غادي نسول ديك السيده قال لي قولي لا هادشي فين وقع قالت لي قدام باب المحكمه قال الراجل وانت فين وقعت شي قال لي قدام باب المحكمه الا خرجنا من المحكمه ما نتقاضي الشرعي وقعت شي قدام باب المحكمه واش قلتي انت اوف سيدي سبحان الله العظيم ماشي درتو في السوق انا شكون في السوق الا سوق نزلتين قدام باب المحكمه ودات في السوق سيدي الصراحه صراحه انا مع في السوق قال لي يمكن درتو شي مره قبل هذه في السوق سيدي انا في السوق انا شفتو في السوق لا قالوا قدام المحكمة الله أعلم يقول المحكمة نفسي ماشي بعيدة من السوق بغات يكذب عليه والمحكمة بعيدة من السوق هو يحصل قال هو دابا قلنا الصح الله يرضي عليك قلنا الصح شنو كاين قال نعم تنترزق الله أنا تنترزق الله هادشي اللي عطى وهاد القضية كاينة بزاف ديال الشهود
انا واحد نسيت خدمت واحد المدينه بلا ما نذكرها، لقيت واحد الدائره ديال الشهود، لقيت الشهود تيجيبو من بزاف، وسولت واحد خينا خدام معايا كي من شاد الشهود، قال لي ودي راه كاين فواحد قهوه هنايا اللي بغا شي واحد تيجيبو شاي، تيمشي تيدور معاه تيجيبو، تيقول قري في الطريق كذا 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 كذا، وانا كنت اختارت واحد 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 القضيه، ودابا تنصي بها ضباط الشرطه القضائيه ودا الدرك الملكي. وتنقول لهم واحد القضيه ردوا بينها من ديال الشهود، الشاهد تا هو خصو يبحث معاه. الشاهد ماشي يجي يقول لي اسيدي انا شتو ضربو، ضربو ضربو، انا شتو عطاه، عطاه، سولو فين وفوقاش شحال حال الساعه تقريبا، شنو كان لابس، قول سمع شنو كليتو، شنو في الماكله شنو كليتو، بحث مع الشاهد، الشاهد تا هو خصو البحث. ماشي غايجيبك الشاهد انت تشد الشاهد تسقي كلامه، البحث، لان غاي بحث مع قضية التحقيق. لما عطيت ما ساعدتيش انت هاد المسطره وفتحتيها شويه راه الشهاده تيزعقد القضيه سيرتو كان كاذب. وتخينا حصان وخدا فيها مسكين 6 شهور ديال الحبس. دابا 6 شهور حيدوا ليه كاع داك الشهاده كان تيشد. قال لي واحد السيد بغيت تمشيو عنده شي واحد يقول السلام عليكم راه عندي واحد السيد بغيت تشد. وانا كنت حاضر اسيدي حاضر حاجب حاضر ما شدش فيها، خرج مسكين ما بقاش تيشد من ديك الشهاده هذيك. نتمنى من الله هادشي يعجبكم، ودوزنا واحد العشيه تنظن يوم السبت داك الشيء مستمر لحد دوزنا ديال العمل ديال البوليس، ونتلاقاو في حلقه اخرى ماجيه ان شاء الله غدا ان شاء الله الحد غادي نجلسوا في الحلقه. وتنقول لكم واحد القضيه، الحلقه ديال غدا ان شاء الله راه واحد الحلقه كبيره كبيره كبيره، واحد الحلقه انا عجبتني انا والله العظيم، ودرنا فيها اكثر من 50 دقيقه، غتشوفوها غدا ان شاء الله الحد وغادي تفرجوا فيها وسي سيرو غتعجبكم. ردوا بالكم ليها غدا ان شاء الله مع السبعه كالعاده تفرجوا فيها غتعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.